مؤسسه الحياه كانت نقله كبيره في حياه دكتوره عطيات، وده اللي هنعرفه منها دلوقتي. مؤسسه الحياه انا بعتبرها هي بيتي، وهي ابني الاول، ودايما بأطلق عليها قلعه العلم، لان هي بتهتم جدا بكل شؤون الاسره. بدات طبعا اتجهت للكتب، ان انا اعمل كمان اصدارات للاسره تقدر تفيدهم جدا في حياتهم. بدات اعمل اصدار خاص جدا بالمجتمع، كتاب اسمه براعه الفم، ازاي انا اقدر اعبر او اعزف بالكلمات في كتاب يدي الناس معنى جديد للحياة. كل الإصدارات دي هل كان ليها علاقة بالمشاكل اللي كانت بتجيلك؟ يعني كتبتي المشاكل اللي كانت بتجيلك وحلولها؟ بحييكي على السؤال الحلو ده. طبعاً طبعاً، لأنه دايماً الملهم بتاعك دايماً، يعني أنت ممكن تختلف أدائك من حلقة لأخرى لضيفك اللي موجود، ممكن تحسي أن في شخص انت منطلقة جدا معاه وانت بتقولي نفس القصة. الملهم الاول عندي سواء في كتابة الشعر او في الكتابة بيكون دايما المشاكل اللي عند الناس. لا، واللي لاحظته ان انت مش بس بتهتمي بالناس اللي بتزورك في المؤسسة او بتيجي تاخد استشارتك من المؤسسة، انت كمان بتهتمي بالناس اللي بتبعتلك على السوشيال ميديا، صحيح؟ بتردي عليهم كلهم؟ اكيد. اوكي، ده بيجيب نفس النتيجة يعني زي ما حد بيجي يزورك في المؤسسة؟ لما بحس بقى ان انا حد بتواصل معاه على الانترنت ولازم فعلا اشوفه، لانه مثلا في حد بعت لي مثلا من البوسنة قال انا عندي مشكلة فبيحكيها من وجهة نظره، فقلت له خلي طيب الطرف الاخر تحكي لي المشكلة ايه، فهو ما خلاهاش تحكي، فقلت له لا، يبقى انت في حلقة عندك مش موجودة فتقدر تجيبها لي وتيجي او تخليها تحكي معايا. قال لي رفضت، قلت له لا، خليها يا تحكي معايا يا تحاول تيجي زيارة عابرة. الشخص اللي بيحكي نص الصراحة بالظبط، بيحكي من وجهة نظر، وممكن تكون الصراحة، بس انت ممكن تكوني شايفة ان انا مش بحبك واكون انا بحبك، بس هنا انا بحبك بطريقتي انا مش بطريقتك انت اللي هي لا تتوافق معاكي. فلازم كل واحد فينا يتعلم سياسة جديدة للحب، اللي هي ايه؟ ان انا احبك بطريقتك وانت تحبيني بطريقتي اللي هي بتتوافق معايا انا وبترضيني انا.